وفي نالوت ليس الوضع أحسن حالا من طرابلس، حيث يشتكي أصحاب المحال وأولياء الأمور على حد سواء. وبحسب التجار فإن الأدوات المدرسية ازداد سعرها عن العام الماضي إلى الضعف، ورغم توفر البضائع وقبول التجار بالصكوك المصدقة، إلا أن إقبال المواطنين على شراء هذه الأدوات ما زال ضعيفا. كما استطلعت كاميرا نبأ آراء المواطنين في مدينة نالوت حول أسعار الأدوات والملابس المدرسية. كل مرة تجيب بضاعة تنزل تجيب بضاعة ثانية تلقاها زادت في السوم. طبعاً هي تشبه فيها الأسعار معروضة كلها 34 و15، هذه بالنسبة لل 15 شناطي متاع السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت طبعاً كانت ترخص شناطي باهي، والسنة هذه الأسعار معناها زادت هلبة، يعني يعتبر شنطة وصلت 34 و35 و36، معناها المواطن هذا ما عادش عارف وين بيقبلها الصراحة. السيولة ما هناش بصراحة، غلي الأسعار. وأنا توا حاليا عندي 7 صغار، كلهم يبوا مدرسة ويبوا حوايج ويبوا دراشي ويبوا ماكلة. الوضع اللي نساي محرج للغاية. السيولة ما فيش، ونطرح يعني بارك الله فيهم محلات يعطوا بالدين ويعطوا بالشيك. معناها أمورنا إن شاء الله الخير وخلاص، الحمد لله يا ربي.